من زمان جدا، هي تعتبر قلعة الأساس على مستوى الجمهورية، وفيها كل حاجة هنا متوفرة بالنسبة للأساس الكلاسيك أو الأساس المودرن. مع تطور الماكينة الجديدة اللي دخلت في التصنيع والذوق اللي اتغير، فإحنا حاولنا نواكب الموضوع ده بدخول الستانلس الجديد والحديد في تصنيع الموبيليا دلوقتي حاليا بقى. وعملنا تطور كبير جدا في المرحلة دي في كل حاجة، في النوم وفي السفرة وفي الانتريهات. فالموضوع بالنسبة لنا متجه يعني بننافس حاليا دلوقتي، كمان بقينا بننافس كمان بننافس منتجات عالمية، وبتعمل هنا بصنعة محترمة جدا، والتكلفة ما بتبقاش عالية. احنا عندنا هنا اليد العاملة متواجدة، فبالتالي الصنايعي موجود عندنا عنده حرفية جامدة جدا من زمان، وعنده خلفيات كتير في التصنيع، فبالتالي ما بيجي يعمل شغل حتة شغل بيدي حقه. التصميم بيبدأ فكرته ان احنا بنعمل رسوم سكتشات بتبين الفكرة مبنية على اساس ايه، وبنراعي فيها حاجتين، الاستخدام والذوق. ولما بنستقر على الفكرة كسكتش بنبدأ نحط لها رسوم تنفيذية اللي هي بتناسب عملية الاستخدام وبتناسب الخامات اللي احنا نشتغل فيها. في تصميمات اللي هي البراند اللي احنا شغالين عليه بتاع المصنع، بتصميمات خاصة بالمصنع نفسه، ودي بيبقى فيها الاستايلات بتاعتها يا اما كلاسيك او مودرن او نيو كلاسيك، بحيث ان العميل لما يجي يشوف جميع انواع الاستايلات بتاعت الاساس موجودة. بتبدا الفكره ان احنا بنطلع طبعا على التصميمات القديمه اللي هي الكلاسيكيات بتاعه الاساس اللي هو الاساس الفرنسي، وبنحاول نبتكر ونطور ونعدل عليها بحيث ان العميل لما يجي يشوف حاجه ما شافهاش بره المصنع. في محور تاني للتصميم اللي هو العميل نفسه بيجي بيبقى في محتاج يصمم حاجه معينه او صوره معينه وحابب ينفذها عندنا، بننفذها له بالمقاسات اللي هو عايزها وبالتشطيب اللي هو عايزه والالوان اللي هو محتاجها يعني. والشغل الكلاسيك قايم على الخشب والقيمه والهاند ميد بالنسبه للكلاسيك. بالنسبه للشغل المودرن دخل فيه الاستانلس، دخل فيه الحديد، دخل فيه اكليريك، دخل فيه الشيتات الجديده اللي هو الاتش بي ال في التصنيع. بيتعمل منه شغل، معمول منه شغل يعني بجوده عاليه، يعني الاشكال اللي احنا كنا بنشوفها في ايطاليا بتنفس في دمياط دلوقتي. الزبون ما عادش عارف، ما هوش متخيل الشغل المودرن ده موجود في دمياط. هو مفكر هينزل دمياط هيشوف الشغل الكلاسيك بس، لا، احنا بنقول له دلوقتي احنا بقى في شغل مودرن وباعلى الخامات وبننافس كتير جدا بالسوق الخارجي. بس هو ما عندوش الخلفيه اللي انت لسه مفكر هيجي دمياط هيشوف برضه شغل كلاسيك زي ما هو، لا، ما عادش في الكلام ده موجود وده موجود.